السعيد اللي كانت عنده البارح مجموعه من المقابلات مع رئيس الحكومه وزير الداخليه وزير املك الدوله، كما عودنا رئيس الجمهوريه في اللقاءات نتاعو ديما تكون فما تصريحات يعلق فيها على الاخبار، ما بينها تعليقه على مرسوم اللي اصدره باش يوقف منح المجلس الاعلى للقضاء. الرئيس يقول يحدوا امتيازاتهم وشهريهم ومن بعد ما يخدموش، هكا ولا دليل ديما كده هاشتاج مقصود هكا ولا دليل طبعا ويقيسوا الاخطاء. شنو رايكم يا استاذ؟ اغزر ماني متواصل مركز مع القضاء، ما نعرفش وقتاش توفى الحكايه هذيا. انا فما حاجه معاه، القضاء يستاهل بالحق بالاخر، جاتو 10 سنين 11 سنه باش يصلح روحه، جاتو اخذ استقلاليه بالمجلس ورينا معناها كيفاش تحب تقنع انت المواطن اللي الحقوق كيف كيف، ونحن نعرفوا ما فماش الواحد في تونس ما يعرفش اللي القضاء مازال ماهوش ترانسبارون 100%. حاتم نجم نعتبره ان القضاء كان مستقل؟ أغزر فما فرق ما بين الاستقلال والهيمنة على القضاء. الهيمنة قبل الثورة كانت الدولة مهيمنة على القضاء، بعد الثورة الدولة قعدت مهيمنة على القضاء، لكن الدويلات فما دولة الإخوان مهيمنة على نوعا من القضاء، خاطر فما تعددية رغبة كما التعددية في الحياة في الوسائل الإعلام في الأحزاب، حتى القضاء عنده تعدد، معناها من حق القاضي يكون عنده توجه إيديولوجي معين، من حق القاضي يكون شيوعي، من حق القاضي يكون إسلامي، معناها كل ذلك حقوق كما أي توانسة. القوة وين ولا الضمير ولا تحب تسميها الاستقلال الحقاني، سيكو ما تخليش الإيديولوجيا متاعك تأثر في أحكامك. هذية بمنطق آخر، فما زادة اللي أخطر من الإيديولوجيا اللي تدخل زادة في الأحكام، خاطر بالإيديولوجيا نجم المحكمة الابتدائية القاضي بالإيديولوجيا يعطيك حكم في الاستئناف تطيح على قاضي آخر، معناها هذيك فيها جنجيل. أما الأخطر في كل شيء هو الفساد، هو اللي ناس تفقد حقوقها، زوالي، وكلمة زوالي مش فقر، زوالي اللي تعرف في تونس شنو التعريف الزوالي، الزوالي هو اللي ما عنده مش معارف، الزوالي اللي نجموا يتعداو عليه وما يرقاش كيفاش يلقى حقه، الزوالي اللي ماهوش متثقف برشا في القانون ما يعرفش حقه، بعض ساعات ياكلوا له حقه، الزوالي زاده في الاخر اللي هو مفقر مش هو فقير، خاطر فما نعرف برشا عباد ينجموا يعيشوا ب 10,000 وشيخين في جوهم في امورهم، هذا مش هذاك الحكم مش بالماده، لكن اللي مفقرينه اللي مثلا كيفاش مفقرينه عنده حقه ما خذاهش، يجيه فاتوره مثلا نتاع ضو فيها 200 دينار زاده ما ياخوش حقه، خاطر سي كومبليكي لي رواج ادمينستراتيف وما ينجمش هو يكلف حد ياخذ له حقه. الزوالي هذاك هو اللي مناسي بالقضاء، دونك بالحق القضاء يستاهل اللي صاير له توا، خاطر هو جاته فرصه وعجاه وقت في 10 سنين، راهي فما الدول طلعت وطاحت في 10 سنين، في ال 10 سنين الاخرانيين امريكا عرفت لها رؤساء، فهمت؟ في 10 سنين معناها العالم دار وتشقلب وتقلب كالكريب، ونحن مازلنا نفس المساوئ نتاعنا. ما دوك شنو